الناس فين انا بقول النهارده؟ لحضرتك احنا نفسنا يعني مستغربين للوضع الحالي حاليا على معظم المحاور. المفروض في وقت الذروه ده بتبقى اعلى كثافات عليها، يعني لا معدل الكثافات حلو جدا. كوبري 15 مايو اللي قادم من 6 اكتوبر والشيخ زايد، يمكن في بعض الكثافات البسيطه اللي هي معتاده دلوقتي عند نادي الزمالك، ولكنها برضه في افضل معدلاتها النهارده، في اقل معدل كثافات. الافضل من كده وكده عندنا شارع فيصل وشارع الهرم ممتاز. مطلع كوبري فيصل ما يعني بدون اي كثافات خالص، بدون اي كثافات، ما عندناش كثافات في مطلع كوبري فيصل، ودي على غير العاده برضه اليوميه. اللي جاي من المناطق الدائري وراح جامعه القاهره والدقي وفيصل محور صفت، معدل الكثافات عليه اقل من المتوسطه. يمكن بدايه الكثافات عند نزل جامعه القاهره، وده معدل غير عادي بالنسبه ليوم الاثنين. القادم من مناطق شرق القاهره والتجمع والمعادي عن طريق محور المريوطيه ضمنهم البحر الاعظم في الاتجاهين ممتاز. شارع النيل السياحي ما عندناش كثافات بالرغم من وجود الاعمال، يمكن بقول لحضرتك معدل الكثافات اللي فيه اقل من اي يوم اثنين. شارع جامعه الدول العربيه حتى الان بيشهد سهوله مروريه في جميع المحاور المرتبطه به، شارع الدقي، شارع التحرير، جميع هذه المحاور تعتبر الحاله المروريه ممتازه. بصفه عامه الجيزه النهارده من افضل ايام الاثنين مروريا. اعمال المترو الانفاق اللي موجوده في شارع احمد عرابي ما لهاش اي تاثير على الحركه المروريه القادم من محور احمد عرابي. برضو هنضيف يعني استكمالا للحاله المروريه الممتازه دي، النهارده ان شاء الله بدايه رفع جميع التحويلات المروريه الخاصه بميدان الرمايه الخاصه بمترو انفاق الخط الرابع، بيتم رفعها تماما وعوده الحاله المروريه لطبيعتها تماما بميدان الرمايه بعد التنسيق طبعا مع الشركات برد الشيء لاصله زي ما حضرتك اشرتي. يعني بصفه عامه النهارده الحمد لله كل الامور مبشره بيوم جميل ان شاء الله. نتمنى من خلال حضراتكم ان نستكمل بنفس اليوم بنفس الحاله المروريه الهادئه والجو الجميل ده، ونتمنى السلامه والامان لجميع قائدي المركبات ان شاء الله من خلال حضراتكم. بشكرك شكرا جزيلا سيادة.